أربعة شارع شريف. أول لما مضيت مع قناة الحياة قلت لهم أنا عايز أطلب طلب، قالوا لي اتفضل. قلت لهم أنا عايز دايما عندي في البرنامج يبقى عندي زي ورشة وكل الديزاينرز الجداد أعمل لهم دعاية من غير ما ناخد منهم فلوس، يعني مش حاجة تجارية، علشان يكبرهم. رحبوا جدا وقالوا لي اعمل اللي أنت عايزه. قلت لهم هنقول اسم البراند وهنقول الفيسبوك والإنستجرام، قالوا لي اعمل اللي أنت عايزه مدام الديزاينرز مصريين ومدام المنتج اللي بيقدموه صناعة مصرية ومدام لسه مبتدئين. النهاردة معايا اتنين اخوات توأم عاملين منتج يهبل يهبل في حلاوته، يعني عاملين جزمة احلى من جزم بره، مش هقدر اقول غير كده. من اهم البلاد اللي بتصنع الجزم بالنسبة لي انا البرتغال، يعني الجزم البرتغالي بالنسبة لي الجلد الكلاسيك بالنسبة لي هي احلى جزمة، بعدها ايطاليا وبعدها انجلترا بالترتيب كده. هما بينافسوا، تخيلوا بقى في سنهم عندهم 25 سنة وبينافسوا براندز عالمية كبيرة قوي بقالهم 50 و60 سنة بيصنعوا جزمة كلاسيك، وهم عاملين الجزمة الكلاسيك المواصفات عالمية اللي هي بتقدمش، اللي هي انا هجيب الجزمة هدفع فيها شوية فلوس كويسة بس هتقعد معايا 10-15 سنة ألبسها. انا من النوع ده، انا ممكن الجزمه تقعد عندي بالذات لو كلاسيك بتاعت بدله، ما بجيبش انا الجزم اللي بتبقى على الموضه قوي، بجيب الجزم اللي هي تفضل عايشه معايا البسها 10-15 سنه وانا مبسوط بيها. فخلي بس كده اعرفكم بضيوفي مره تانية النهارده، مشرفينا ومنورينا، شفناهم في الانترو، دلوقتي بقى نتكلم عن بالتفاصيل. استاذه نادين فتح الله واستاذ زياد فتح الله، هم اخوات توينز وهم اللي عاملين مشروع الاسكافي للاحذيه، وهم دايما اهل اسكندريه بيكونوا بيتفننوا بيعملوا الحاجات بجوده عاليه بتفاصيل مختلفه. ازيكم يا اولاد؟ عاملين ايه؟ عامل ايه؟ ايه الحلاوه دي؟ اهل اسكندريه مش سهلين طبعا، معروفه مش سهلين. انت خريجه ايه؟ بزنس. احنا الاثنين بزنس ادمنستريشن. انا توأم فكل حاجه مع بعض. كله مع بعض فعلا؟ اوكي. ما بتتخانقوش؟ الحمد لله بخير. يعني عليكي بقى، انا بقى الراجل، بقى انا الكبير. بوكسات قولي انا الكبيره. بوكسات على طول. انا الكبيره 10 دقايق زياده. طيب قولي لي كده الفكره اسكافي، انت قلتولي في الانترو بس عيديها لي مره ثانيه. بص، الفكره بدايه جت لنا ان احنا كان ترند في الفاميلي ان كله كان بيحب قوي الحاجات الكاستمايز، ايذر بقى البدل اللي بتكلميني عربي. اوكي. عندنا في العيله كانوا بيحبوا قوي الحاجات المتفصله، يعني الجزم المتفصله، البدل المتفصله، حتى مامتي كانت دايما بتحب قوي بتعمل بلوزات، بنطلونات، سكيرتس، فكان ده ترند في العيله ان هم بيحبوا قوي الحاجات المتفصله. حته الجزم دي كان جدودنا الاثنين كانوا بيحبوا قوي الجزم المتفصله، فاحنا خدنا الترند ده منهم قوي يعني بصراحه. يعني حتى بس كانوا بيشتغلوا في الكلام ده، كانوا بيشتغلوا الاثنين كانوا بيشتغلوا في الكلام ده وكانوا حابين الموضوع جدا، بس طبعا مع السن بقى ولما كبروا كملنا احنا. كبروا دي اسكندران، قصه الكفاح دي اسكندران. كبروا. طيب زياد، انت كنت بتشتغل في حاجه وسبت الشغل وركزت في البيزنس او في التجاره بتاعتك. بالظبط. احكي لي برضو بتعملوا ايه بقى، بتختاروا جلد ازاي والموديلات ازاي والكلام ده كله. بص، هو الموضوع بيبتدي ان احنا يعني بنبتدي يعني مش زي اي حاجه ان انت بتروح تشوف جزمه تشتريها وخلاص، احنا بنبتدي ستوري مع الكلاينت من الاول خالص. انا كلاينت. بالظبط. ببتدي معايا الستوري، ببتدي معاك انت، يا اما بيكون عندك ديزاين معين انت نفسك تفصله بالوان معينه، يعني ايماجينيشن كده معين انت في الجزمه بتاعتك انت عايزها، كل حاجه اللون، حتى يعني لون الرباط، لون النعل، كل حاجه. يعني دلوقتي لو طلبت جزمه بمواصفاتي هتعملوها لي؟ بالظبط. طب انا عندي مواصفات وعايز جزمه مواصفات. انا احنا معاك. اطلب. يلا. طبعا احنا هنتفرج على الجزم كلها، بس انا هقول لكم انا عايز ايه. انا عايز جزمه زي دي. اوكي. اوكي. الجزمه دي من الموديلات اللي انا بحبها قوي، انتوا عاملينها جلد بجلد. يس. جلد بني بجلد بيج. بالظبط. انا عايزها جلد البني، وبدل الجلد البيج دي انا عايزها قماش. حلو. قماش اللي هو رسمه السكوتش. اللي هو بيبقى احمر فاخضر كحلي باخضر بالكلام ده كله. فانا عايز جزمه كده. اوكي. اوكي. طب اعمل ايه معاك دلوقتي؟ اتفقنا. ببتدي بقى في الاول خالص باخد مقاسك. تمام. هو الموضوع بيكون فيرتشوال، يعني اونلاين كله، فببعت لك زي فيديو. الفيديو ده يعني في توتوريال ازاي تاخد مقاس رجلك، ازاي العرض، طول الكلام ده. انت كده طلبت الورقه؟ بالظبط. هاخد مقاس رجلك. طيب. وببتدي انا اوريك القماش اللي انت عايزه بلون الجلد اللي عندنا بالظبط كل حاجه.
وبنبتدي بقى بنبتدي بقى في كل حاجه انت عايزها. هتطرق اقلع الجزمه يعني؟ لا لا عادي يعني ممكن اقلع اي حاجه ولا تفرق معايا. اهو عايز شرابنا نقلع ولا لا؟ لا كده كويس. اهو احط رجلي فوق هنا على الورقه بعد اذنك. اهو طب انا مقاس 40. طلع بقى رجلك قدام اهو كمان مره بس. طب تعمل ايه في الاول؟ يعني بحدد ملامح رجلك اللي زغزغ اطول. ما هو الموضوع هيبقى مفيش فايده زغزغه فايه استحمل. اطول حتت في رجلك اللي هي عند الصباع. الصباع ده في ناس عندها تاني واحد ده اطول. في ناس عندها من هنا عظم يعني في بتبقى هنا كيف كده كبير عظمه. لا انا بطرخه. في ناس بيبقى عندها فلات فوق الحته دي غير. فكل رجل مفيش بني ادم رجله حتى اليمين مش زي رجله الشمال. فبتبتدي باخد الايه ملامح يعني الرجل من بره كده اوكي والعظمه من هنا بس. وابتدي بقى ايه توصلهم. اوصلهم قلت لك الموضوع هيبقى ايه فيه شويه زغزغه. زغزغه بشعه. اوكي الله انتوا غاليين قوي الجزم. جايين بقى في الموضوع ده. جايين بقى ما انتوا بتعملوه ده اصله غالي. ده رحت بره عملت جزمه كده اهوت هدفع بتاع 1000 يورو. لا لا ما تقلقش احنا مش 1000 يورو خالص كده تمام. هنا ولا لسه يعني الحته دي اهم حاجه بنركز عليها ما ندي كلاينت اشيل رجلي التوتوريال. خلاص ان هو بيرسم يعني زي ما انا رسمت كده القلم يكون واقف بيرفنديكولر او عمودي على الورقه لا يكون تحت شويه فيجيب مقاس اصغر ولا يكون بره فيجيب مقاس اكبر. بس هو بيبتدي يبعت لنا المقاسات دي واحنا بنشتغل على اساس المقاس ونطبق الموديل اللي هو عايزه بالظبط. طب انتوا عارفين الموديل انا عايزه ايه؟ انت قلت لنا خلاص كده بالقماش. بالقماش يعني الجلد بالقماش. طب تعالوا بقى اولا انا شايف احجام غريبه من الجزم متفاوته. يعني هنا الجزمه دي مقاس كام دي؟ دي 52. ويا حد في حد في حد في 52 في ناس رجليها كمان اكبر من 52. يعني هو الحلو عندنا في الموضوع ان انت يو كان كاستمايز اللي انت عايزه. بصوا. بكل المقاسات من اول 6 او 35 لحد 52 53. اوكي اللي انت دي ده الموديل مقاسة. موديل الكوليدج ده الكوليدج. بالظبط. طيب الهاف بوتات تجنن. كلموني الهاف بوتات دي برضو ممكن بال بص وريني اقول لك حاجه. بص هي الجزمه كلها مبدئيا بتكون جلد طبيعي. الوش ده جلد طبيعي. الـ يعني نوع الجلود بقى بيختلف. في حاجات بقري في حاجات جاموسي في حاجات بتبقى ماعز. والجزمه من جواك برضو الفرش والبطانه برضو جلد طبيعي كلها من جوه جلد طبيعي. فرجلك عمرها لا هتعرق ولا هتطلع ريحه ولا يعني هتضايقك. الجلد اصلا فيه ميزه ان هو بيستريتش مع مشيك. فانت لما تمشي الجزمه مش هتضايقك. وده كمان نعل جلد طبيعي. النعل ده مش يعني الجزمه كلها جلد في جلد. بالظبط. النعل ده مش بيبقى جاي جاهز. النعل ده مش بيبقى جاي جاهز ويتلزق. تجنن. اتفضل. النعل ده بيجي بيتخيط زي ما انت شايف كله بالإيد. باي هاند بالايد في الوش. الخيط اصلا اللي بيتخيط بيه ده خيط تقيل جدا ما بيخشش في المكنه. فهو انت ممكن فعلا الجزمه زي ما احنا جايبين جزمه في جزمه جايبينها معانا بقى لها 15 سنه الجزمه عايشه. شفتها. مش يعني مهما تلبسها مش هيحصل لها اي حاجه. طيب وهنا في ام شراشيب برضو دي حلوه بشكل. انا بحب قوي الجزم اللي من غير روبوت. الواحد بيروح دافس رجليه كده اهوت فعلا وماشي. الموضوع بيبقى سهل قوي. تحفه. شايفين جمال الصناعه المصريه؟ شايفين عاملين حاجه حاجتهم غاليه مش رخيصه بس هي تستاهل. بس هي زي ما قلت لكم الجزمه من دول ممكن تقعد 15 سنه. ده ايه ده؟ دي عينات جلد كنت يعني جايبينها اوريها لك. اخبيها يعني؟ لا مش عايز تخبيها. هنا بقى دي جزمه بقى اللي هي ايه الكلاسيك بتاعت الفرح او بالزبط. بتاعت شخصيه مهمه. بالظبط بالظبط. يعني جزمه تجنن حلوه قوي قوي قوي. طيب بما ان احنا بقى جايبينكم عشان اعمل لكم دعايه عشان انتوا تستاهلوا ده عشان عاملين منتج راقي بكواليتي عاليه اسمهم اهو. قولوا لنا على الفيسبوك والانستجرام وازاي الناس ممكن تتواصل معاك. هو البيج اسمها الاسكافي على الفيسبوك والانستجرام. يكتبوا بالعربي او بالانجلش؟ بالعربي او بالانجلش. والاثنين يعني الانستجرام مكتوب هتفتح هتلاقي حاجه بتوديك على الفيسبوك والفيسبوك برده نفس الكلام هيوديك حاجه على الانستجرام. بس اوكي اعمل لي كلوز كده عليها يا ابراهيم الكلمه بتاعتهم. والاسكافي بالاي اي ال اي ال وبعدين اي اس كي A F Y.
اوكي. والاسكافي ده اللي هو الراجل اللي بيعمل الجزم الشو ميكر باي هاند، بس ده اسمه في اللغه العربيه. احنا عامه يعني كنا حابين الموضوع يبقى اورينتال قوي عشان احنا ما عندناش في مصر حد لسه زي زمان بيفصل جزم بايده. في حريمي دي حريمي. في حريمي اه كذا موديل. اوكي ودي حريمي. دي حريمي اتكلمي عنهم برضه. ودي حريمي وفي دي ممكن تكون حريمي كمان. ايوه اللي بالاخضر اه اوكي. واللي انا لابساها دي حريمي. حلوه قوي اللي انت لابساها. بس انت لابسه شراب. ايوه شراب. اخوك اللي ماشي شراب وفاك. مش قافي. وريني دولت يا ابراهيم كده برضو. دولت اللي بيمشوا حريمي شكلهم حلو قوي قوي قوي. انتوا طبعا عاملين حاجه في منتهى الرقي والجوده العاليه. بتصدروا ولا انتوا ما ينفعش تصدروا عشان انتوا بتعملوا يعني؟ هو احنا بنصدر بس على شكل اشخاص يعني. في ناس بتطلب مننا من بلاد عربيه وفي بلاد في ناس من بلاد بره برضو بتطلب مننا يعني. جالنا قبل كده بلاد بره. في حد كلمنا قبل كده من انجلترا وطلب مننا. انا حتى استغربت قلت له يعني انتوا بلد اصلا للجزم انت طيب؟ ايوه لا بس عندهم حاجات غاليه جدا. بالظبط. هو قال لي انا ما لقيتش فرق السعر. بص انا هقول لكم حاجه بصراحه. الجزمه اللي انا طلبتها منهم دي ايه اوكي دي وهلبسها لكم لما يخلصوها لي. ماركة اسمها تشيرشل مش مشكلة ان احنا نقولها عادي يعني. ماركة عالمية مش محتاجة ان احنا نعمل دعاية. الجزمة في انجلترا بتتباع ب3000 استرليني. الاسترليني ب25 جنيه يعني كام؟ يعني 1000 استرليني 1000 في 25 يعني الجزمة ب75000 جنيه. وفي عامة جزم اغلى من كده. انا عارف اه. الجزمة ب75000 جنيه. فهي بتبقى عباره عن جلد بقماش. فانا طلبتها انهم يعملوا لي زيها وهلبسها وهوريكم اللي ب 75000 جنيه بكام. ولو بقى هنا اتعملت في مصر بالكواليتي دي مش هتتكلف 10% من الرقم اللي انا اقوله. في حاجه عايزين تختموا بيها؟ انت في حاجه عايز تسالنا عليها تاني؟ انا سالت كل الاسئله. سالت كل الاسئله. انا فخور بيكم. ربنا يخليك. ميرسي. ربنا يخليك. احنا اتشرفنا ان احنا طلعنا معاك. طلعنا طلعنا من اسكندريه من بوكلا. احسن ناس. ربنا يخليك. المره الجايه وانتوا بتجيبوا لي الجزمه هستناكم. هتجيبوا لي هتخشوا على الهوا يعني. تقعد وقت قد ايه؟ من 10 ل 15 يوم. يعني كمان اسبوعين هنشوفكم. بالظبط جنبتين على طول. مش هيضايقك يعني. لا طبعا تنوروا وتشرفوا. شرفتوني نورتوني. ميرسي وميرسي لاهاليكم انهم طالعين ناس شاطره كده. ربنا يخليك. ده يعني ده فعلا حاجه كده سبيشال عايزه اقولها لمامتي وبابايا فعلا على السبورت اللي هم بيدوهولنا دايما. يعني هم بجد يعني فعلا من غير طبعا من غير ربنا ومن غيرهم ما كناش وصلنا لكل ده يعني. وتاني حاجه معلش انا حابب يعني ازودها برضو ان احنا يعني احنا عندنا 2 سكوب شغالين بيهم. سكوب اللي هو بتاع البيزنس اللي احنا يعني ايه سكوب؟ يعني منظور بصينه للبيزنس بتاعنا اللي هو حاجه بيزنس بيدخل لنا فلوس يعني بننفست فيه فلوس او بنستثمر فيه فلوس عشان يطلع لنا فلوس. ومنظور تاني ان احنا نرجع صنعه فعلا ماتت في مصر. يعني انا زي ما قلت لك قبل ما نبتدي ان الناس اللي لسه بتخيط نعل بايديها 4 أو 5 في مصر واقل واحد سنه مثلا 60-70 سنه. فاحنا بنشتغل ان احنا بنتعلم منهم الناس دي وفي نفس الوقت عايزين نجيب يعني ولاد صغيرين نبتدي نعلمهم. وقدام هنفتح اكاديمي للهومليس للناس اللي هي محتاجه تشتغل. مش عايزين نموت صنعه خلاص يعني. هم الناس دي فعلا لو بعد عمر طويل ماتوا خلاص مش هيبقى في. هم اصلا ما بيعلموش ولادهم. يعني في ناس كتير بتطلب يا جماعه عايزين نتعلم يا جماعه انتوا اتعلمتوا فين؟ كل الناس بتفكر زيكم انها تشتغل بايدها ونرجع مره تانية الحرف اليدويه اللي المصريين عملوا احلى شغل فيها. بالظبط. حياتنا هتبقى مختلفه. في شباب زيهم كانوا ممكن يستسهلوا ويقولوا هنعمل اي بيزنس تاني. هم اللي بيعملوا ده حاجه صعبه جدا جدا. وخليني بقى اكلم الناس الصناعيه صناعيه مصر. ارجوكوا اللي ساب صناعته وراح اشترى تكاتك بيأجرها ارجعوا مره تانيه لصناعتكم. صناعتكم يعني قيمه. الصنايعي يعني قيمه. الصنايعي اللي بيعمل حاجه بايديه منتج بايديه ويتقنه ويراعي ربنا فيه ده قيمه. ده باشا باشا طبعا. ها يا رب رسالتكم وصلت. بشكركم. شكرا. ثانك يو. شرفتونا ونورتونا.